الحكومة اللبنانية ملتزمة التزام كامل بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، أكدت له التزام القوى العسكرية والأمنية بدعم وحماية مكتب المدعي العام بالمار بلبنان وكل أعضائه. الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ملتزمة التعاون مع مكتب المدعي العام بأي معلومات ممكن يعزوها. وأكدت له كمان أنه الحكومة اللبنانية والقوى الأمنية ملتزمة بتنفيذ أي طلب أو قرار ممكن تطلبه المحكمة لتطبيق العدالة والقانون.